منذ زواج من أبو حسن الله يرحمه اتفقنا على إقامة طبعا أسرة مسلمة ونربي أبناء، بدنا إذا ربنا أكرمنا وأرزقنا بأبناء يكونوا أبناء نربيهم صالحين للدين وللوطن ولأنفسهم. فتقاسمنا الأدوار، كان أنا يعني مسؤوليتي البيت والأبناء والتربية بإشرافه طبعا، هو مسؤوليته شغل الدعوة والحركة والشغل الخارجي وهذه الحاجات. فالله يرحمه أبو حسن يعني من بداية زواجنا علمني كيف أعتمد على حالي. إحنا الحمد لله يعني بنزرع القيم وحب التضحية وحب الجهاد في أبنائنا، فيعني كانت صعبة عليهم أنهم يفقدوا أبوهم صحيح، بس كانوا متأكدين أنه أبوهم يعني كان بيعمل حاجات كويسة، وعشان هيك ربنا جزاء أنه اختاروا شهيد. من بداية زواجنا حكالي كلمتين، قال لي ما عمرك ما تحكي كلام وتضطري تعتذر عنه، وحاجة تانية عمرك ما تتصرفي تصرف وتحاولي انك بدك تبرري للناس، لازم كلامك يكون موزون حتى ما